ونتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. طاح ما بقاش قادر لا يتنفس ولا يوقف ولا يقيس وش حد في صدره. ملي تيكون مثلا بحال الشكل ديال السيد عنده عجز في التنفس، فهذيك الوظيفه الاساسيه ديال الرئه اللي هي جلب الاكسجين واعطائه الدور دابا تكون ناقصه. محمد رب أسرة تتكون من 4 أفراد في السنين الأخيرة بدأت حالته الصحية تتدهور، والتدخين ما زاد الطنائل بلة. العياء والإرهاق الشديد وصعوبة في التنفس، تلك أبسط الأعراض التي بات يحس بها. هو كان عادي في الأول كيكمي نورمال زعما بحاله بحال الناس كلهم، أبخي ولاو كيحس بشي أزمات خفاف كيبحال السخفة بحال هادي، تجي شي دوخات تجي الفيرتيج، ولكن خاكوك ما عطاش أهمية الأمر. شوية بشوية قبل من هاد الحال بشي عامين ولا 3 سنين ويطيح واحد النهار في العشية، طاح ما بقاش قادر لا يتنفس ولا يوقف ولا يقيس وش حد في صدره. منين مشى عند الطبيب قال لي صافي راه عندك القلب. مشيت عند واحد الطبيب خصوصي ديال القلب، قلبني دار لي التخطيط، قال لي راه حالتك راه بدات كدور، راه حالتك راه بدا اليأس منا. قال لي راه الحل الواحد هو تحيد الكارو، وخرج لي شي ادويه اللي نفست عليا شي شويه. ومن بعد انا واخا هكاك درت كلامه زعما استهترت به، ما خديتوش مع غد الجد. بقيت مش كانت مادا في الكارو، ولا كيجيني شويه كريس، مره النوض كنستعمل الادويه كالنوض. الاستمرار في التدخين أمر كان له من الخطورة ما كان على صحته، إلى أن أصيب بأزمة نقل على إثرها إلى المستشفى. هو ما عطاش الأمر أهمية وبقى، قال صافي منين دازت راه غادي نبرا. بقى كيكمي، مني بقى كيكمي دازت هاد العامين صافي، هو يبدا كيدهور في الصحة ديالو، ما بقاش كيقدر يمشي، ما بقاش كيقدر يدير حتى شي مجهود. حتى من الخدمة ديالو ما بقاش كيقدر يخدمها مزيان، ما يقدر لا يجري لا حتى شي حاجة. ومرة كيطيح ينوض، يطيح ينعس يومين ينوض، ما بغاش يتفرق مع الكارو، كيقول راه واخا هكاك راه ماشي منه. واحد النهاريات صافي مشى للخدمة ما رجعش، 4 العشية وما جاش. من جا واحد الراجل قال لي راه ديت راجلك للسبيطار راه واقيلا غادي يموت. مشيت للعمل، خرجت من هنا فطرت مع وليداتي هانياتو غادي، مشيت على اساس الخدم. مشيت تما تحت في الزنقه، شاب الله غا شي ناس واحد الحبيب الله ييسر ليه، وليتني في السياره ديالو داني للمستشفى، داني لمولاي الحسن من بلفيدير، حطني في مولاي الحسن من لا جيرونت، حطني مولاي الحسن. مولاي الحسن في البلاصه كتبوا لي واحد الورقه وجاتني لومبيلونس ديال الدولة، هي اللي داتني، ما كانت عندي الراميد، هي اللي داتني، هزوني داوني لموريسكو. موريسكو في البلاصة دخلوني للإنعاش، أنا ما عارفش شنو واقع لي، أنا بين الموت والحياة. جاب الله، سلط علي الله شي طباق دقوا لي شي بلا بعدا باش نفاس، ودخلوني للإنعاش تقريبا شي أسبوع أنا في الإنعاش. من بعد كتبوا لي ورقة بأنني خصني ندير عملية جراحية. مشيت كنجري لقيتو داخل الانعاش، شي كيقول لي راه كيشهد، شي كيقول لي راه شويه. المهم ربي سلك، ملي خرجوا عندي قالوا لي خصو ينعس وخصو يدير عمليه ضروري، من عمليه لحقاش هذوك الشرايين التاجيه مشاو. صافي من تما بدات المحنه وبدا التفكير وبدا القلق وبدا هادشي اللي كاين الى حد اليوم. الله يجازيكم بخير وصافي، ولا انتما كتشوفوا وليداتي باقيين صغار وحالتي حاله، وانا عاود باب الله راه ماشي عندي شي عمل قار ولا عندي شي حاجه ولا شي موظف، ولا انا عاود باب الله راه اللي جبتو بالنهار كناكلو بالليل. ولا شوفوا الدراري كلشي باقي ديال الرعايه، باقي كلشي باقي ديال كلشي. وقع الاختيار على محمد من طرف الطاقم الطبي كحالة يمكن التكفل بها ومد يد الخير والمساعدة على تجاوز المحنة، ذاك ما نبتغيه نحن كطاقم برنامج.
اليوم هو على موعد مع اختصاصي أمراض التنفس والحساسية لإجراء التشخيص الأولي لحالة رئتيه. شحال عام دخنتي؟ من 1963. 1973. و73 دخنتي 42 سنة ديال التدخين. كثير بزاف ديال الجسم. وشحال من سيجارة كتدخل؟ دخلت 3 الباكيرات. 3 الباكيرات يعني تقريبا 60 سيجارة تقريبا يوميا. ويلا 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 ما نعشتش بزاف نقدر نوصل حتى الربعة. أييه. إذا كان سهران بليل ولا. كتعرف الخطر ديال هاد الشيء ولا ما كنتيش كتعرفو؟ كنسمع ولكن تزيد دير زي ناقص نكتب عليك. لأنه التدخين خطأ. تأثر بطبيعة الحال التنفس لأنه التنفس تينقص كاين هناك مشكل ديال السرطان كاين ديال الرئة ولكن تأثر أيضا على القلب. لانه التدخين تيسد هذوك الشرايين ديال القلب تيتسدوا وتيولي القلب ما تيبقاش يدخل ليه الاكسجين هذوك الشرايين تجي تدخل للقلب باش القلب يبقى ينبض تيتسدوا بفعل واحد لي بلاك لي التدخين والنيكوتين والكودرون تيتلقوا في الجسم يسدوا هذوك العروق وتيسدوا هذوك العروق تيبقى تيولي المشكل ديال القلب لانه ما تيبقاش يضرب ديك الصوره كي كان من قبل وتيولي هناك مرض ديال القلب اللي خص الانسان يعالجها ربما بجراحه وبعض الاحيان تيكون العلاج ديالها مستعصي وهذا السبب الرئيسي ديالو هو التدخين لانه هذا انتحار لانه انسان تيدخن 3 علب ديال السجائر مده 40 سنه عرفتي شنو هي راه مشكل الله يغفر لي شكرا هنا القلب عندك منفوخ شويه لانه اثر عليه التدخين والشرايين تقريبا تسدوا مازال بان القلب يعني كبروا بواحد الصوره شويه كبيره وحتى ايضا ما يخص الرئه فالرئه هناك ما يسمى باعراض ديال التهاب القصبات الهوائيه المزمن اللي ناتج عن التدخين لانه التدخين ككل تاثر على الجسم ككل على الرئه على القلب على الحنجره على المسالك البوليه على المعده يعني تاثر ككل الانسان يدخل 3 العلب ديال السجائر لمده 40 سنه فهذا شيء هائل كثير بزاف خطير غادي نشوفوا التنفس ديالو لانه غالبا مع التدخين ديال 4 علب ديال السجائر لمده 40 سنه تيكون هناك التهاب مزمن ديال القصبات الهوائيه تيكون الانسان عنده قصور في التنفس وبالتالي تنعطي واحد النوع ديال العلاج واحد العلاج على المدى القصير والبعيد اللي باش نحاولوا نقصوا ليه من ديك النهجه الا تمشى ولا طلع ولا خلف ولا طلع مع الدروس يحس بها غادي نحاولوا على الاقل باش يكون عنده واحد النوع من التنفس عادي الا كان ممكن ومن بعد نشوفوا القلب ديالو تعلم شويه باش نشوف القلب دابا غادي نشوف الظهر ديالك جلس يعني الرئة والقلب كاين في قفص واحد اللي هو القفص الصدري مجموعة من أمراض ديال التنفس ديال الرئة تأثر سلبيا على القلب لأنه المهمة ديال الرئة هو جلب الأكسجين يعني من الهواء وإمداد الدورة الدموية الصغرى بهذا الأكسجين وبالتالي ملي تيكون مثلا بحال الشكل ديال السيد عنده عجز في التنفس فهذيك الوظيفة الأساسية ديال الرئة اللي هي جلب الأكسجين وإعطائه الدورة الدموية تكون ناقصة وبالتالي القلب تيتضرر لأنه ما تيبقاش يوصلوا داك الاكسجين بديك الكميه اللي خاصو ياخذها دونك تولي عنده واحد النوع ديال تنفخ القلب تكون انسداد ديال الشرايين وهذا تاثر سلبيا بطبيعه الحال على القلب وعلى الشرايين ككل لان هناك علاقه وطيده ما بين الرئه وما بين القلب هناك ايضا بعض الامراض ديال القلب ملي القلب تيتنفخ تيطلق واحد النوع ديال الماء اللي تيمشي للرئه يعني تكون هنا السبب الرئيسي هو القلب يعني هناك علاقه وطيده ما بين الامراض الرئويه وما بين امراض القلب سيدكم مثلا خدا توعية في الوقت المناسب هذه 40 سنة بأن التدخين تأثر عليه وغادي يأثر على الرئة وغادي يأثر على القلب فلا بد غادي يعني غادي يجمع راسو باش يحاول يزول السيجارة لأنه هذا هو الدور ديال التوعية بالأخص الناس اللي باقي ما دخلوش خصهم يشوفوا الحالة ديال السيد وبالتالي حتى الناس اللي تيدخنوا خصهم يعرفوا بأن هناك الإقلاع عن التدخين يعني مسألة أصبحت ضرورية عند الأطباء اختصاصيين أمراض الجهاز التنفسي يجب الإقلاع عن التدخين هناك مجموعة من العلاجات اللي كاينة حاليا على الصعيد الوطني تساعد الناس باش يقلعوا التدخين دابا انا كانوا كيقولوا لي الناس خطر الدار ياك كنعرف الضرر ولكن كنت كان بحال عندي زي ناقص ولكن ملي تهلكت صحتي مرتي بالقلب ومرتي بالرئه انا حيدتو انا 43 سنه وانا كان كبير انا حيدت يعني ندمت علاش دخلت ندمت علاش دخلت وملي حيدتو انا دابا انسان عادي زعما كنت كتجيني
عيده باش نعيدو باش قولي حيد قارو نقولك اول لا وانا كنكمي انا كندير ما نقدرش دابا ملي طحت الكومه الاولى وهالكومه الثانيه وانا تعرضت لهاد الامر هذا نقنع دابا هي دابا 4 شهور كنصبح هادي كنصبح يعني ما كامي ما غادي نبقاو معاك ان شاء الله باش نحاول ندير العمليه نشوفوا المشكل ديال التنفس وتنقص من السمنه اللي عندك باش ترجع للحياه اليوميه والحياه العاديه ان شاء الله. نداء المشاهدين الكرام بان الناس مثلا اللي متيدخنوا ما خاصهمش يدخنوا بتاتا لهناك امراض عصيه للجهاز التنفس وامراض القلب، والناس اللي تيدخنوا خصهم يعرفوا بانه يجب الاقلاع عن التدخين لانه عواقب ديالو عواقب وخيمه على المدى القريب وايضا على المدى البعيد. الكثير يعرف أن التدخين له أضرار ومخاطر على الصحة بشكل عام، وتحديداً يتسبب بالإصابة بأمراض الرئة، إلا أن الكثير أيضاً لا يعرف أن التدخين له أعراض على القلب سيئة وأنه يتسبب في الإصابة بجلطة القلب، وكل سيجارة يقوم الشخص بتدخينها تزيد من مخاطر الإصابة. في الأسبوع المقبل سنزور معاً طبيب القلب. السيجاريت مشكل كبير، فهي على حسب الإحصائيات كتعطي مشكل ديال الشرايين. التدخين كيؤدي للصلابه ديال الشرايين بحيث انه لو تويو العرق كيقصح وكيولي ترسب فيه ديال لو ال دي الكوليسترول بشكل كبير. الى ذلكم الحين نقول لكم عافانا وعافاكم الله، دمتم في صحه جيده.